المسألة طول الوقت كانت كده يعني. ولكن بقية المهن دي التانية لازالت موجودة؟ بصي هي موجوده بس بحداثه، يعني اللي هو التحديث اتطورت. اتطورت، بس تخيلي بس ان هو دلوقتي بقى تخصصات، يعني الميك اب ارتست لوحده، اللي هي المشطه زمان. لا الثانيه مشطه ايه؟ صباح الخير. دي كانت بتعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني ماكير وكوافير وسويت وتدليك ومساج وغيره على العريس وده على العروسه. لا لا لا، واللي هو عارفه الفرك الجسم والحمامات المغربي، الحمام والتعطير ووظائف اجتماعيه اخرى. دي المشطه، ده المشطه طبعا كانت بتعمل كل ده، وظائف اجتماعيه اخرى. الموضوع يعني ده بياخد يومين ثلاثه، فبتحكي لها في المحكي. ايه بقى الوظائف الاجتماعيه الاخرى اللي انا فهمته؟ رسول غرام. بس كده كانت رسول غرام؟ يعني كانت خطبه بعد الظهر والصبح مشطه ولا ايه؟ لا لا لا، مش خطبه، مش وهي بتجهز العروسه. لا لا لا، سرا يعني، هي رسول غرام سرا، يعني واحد معجب بواحده وعايز يقول لها ان هو معجب بيها او بيحبها او عايز يجيبها، او واحده فتلمح بقى زي الافلام. وعاده كانت بتبقى من طرف الست، يعني واحده تحب واحد ومعجبه بيه، فتروح بقى هي تلمح له او تديله جواب، تفتح عينه عليه، او شايف القمر دي، تلفت نظرها، او تحلل الاخطر بقى. ايه بقى اخطر؟ تحللها مشكله، مشكله شرف كمان. المشطه دي كانت من وظائفها تحللها مشكله شرف. يعني لو هي والمفروض ان هي تحفظ اسرار كل بنات القريه، واللي هي ما تفضحهمش، وان هي تستر عليهم، دي وظيفتها الاساسيه. إن صح، هي لان هي بتدخل في تفاصيل دقيقه جدا في حياتهم، فما ينفعش انها تكون مش كتومه. انا عندي مشكله ان انا لست عذراء، فتحلها لها، او ان هي حامل بغير زواج، فتحلها لها. فهي كانت دايما فاكره فيلم، فاكر فيلم بوسطجي؟ فاكر انت الست اللي كانت الاستاذ شكري ترحمه الله يرحمه؟ لا، كان بيفتح الست التانيه، سيبك من اللي فتح. فكانت هي من ضمن كان في الست اللي هي بتروح لها الدلاله دي. ايوه، وهي كانت دلاله وخطبه ومصر. اللي كان اللي بيحب جميله بيبعت الجوابات عليها. عليها ايوه فاهم كده. هي دي كانت الوسيط ده بالظبط، اللي هي الوسيط الغرامي والوسيط العاطفي والوسيط اللي بيحافظ على الشرف واللي بتحل البنات مشاكلهم. كان ليها حاجات متعدده غير المتعارف عليه. طب استاذه سعاد، ازاي المثل الشعبي صور المراه المصريه زمان؟ يعني ازاي كلمنا عن حياتها وعن كل تفاصيلها؟ ما هو قال لك الشطره تغزل برجل حمار. صح. وقال لك ايه؟ اللي جوزها هيقول لها يا عوره الجيران يلعبوا بيها الكوره. يلعبوا بيها الكوره. ماشي. صح 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 جدا. الشاطره تغزل برجل حمار. انا عايزه اتوقف عند المثل ده. ما قالكش الشاطر، معلش يا حسن. لا، ما انا معاك، انا معاك، انا معاك يا استاذ سعاد، الحته دي انا معاك في كل حاجه. قال لك الشاطر تغزل برجل حمار، ما قالكش الشاطر يغزل برجل حمار. صح، قال الشاطر. لانه هي الست هي اللي بتحبق واللي بتدبق، وهي اللي بتعمل كل حاجه، كل حاجه. هي حكومه البيت. والله حكومة الدولة مش البلد. فهي دي بقى المثل الشعبي اللي بيقول لك. بينما مثلا تحس ان الراجل يقول لك ايه، شرط المرأة تأخر سنة، بس دول الصعايدة للأسف يعني. بس حلو. بتقول ايه؟ شرط المرأة تأخر سنة. ما معناها؟ يعني لو انت استشار شورة المرأة تأخر سنة. الشورة بتستشيريها. اوعي تستشيري. استشارة ليها يعني. فطبعا ايه، هو يعني حيلة كده، يعني باين للناس ان انا اللي بعمل كل حاجة، وانا وانا وانا، مع انه الحقيقة هو ما بيعملش أي حاجة من غير ما تبقى هي. بس هم يعني الستات بتملك، خصوصا في الأرياف وفي الصعيد، بتملك وسائل تانية غير فكرة التوجيه المباشر. فتقول لها ايه؟ النبي يا اخويا حسك في الدنيا، انا بس عايزة نقول لك ان الواد لازم يروح المدرسة، ينزل يشتغل. يا اسمع بس، نقول لك انا، عارف انت الواد والد اخوك اللي راح وتعلم ومش عارف وبقى دكتور، انا ولدي مش اقل منك.